أهلا بكم في نشرة الأخبار الرئيسية من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. المبعوث الأممي يقول إن اليمن بات قريبا من السلام، والأطراف توقع اتفاقا لوقف إطلاق النار وفك الحصار عن تعز. التحالف يقصف أهدافا لتنظيم القاعدة في أبين، وقوات الأمن تبدأ الانتشار في حوطة لحج. ارتفاع ضحايا السيول في الحديدة إلى 8 وفيات، والأرصاد يحذر من سوء الأحوال الجوية. قال المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إن اليمن الآن أقرب إلى تحقيق السلام من أي وقت مضى، داعيا جميع الأطراف المعنية إلى حضور محادثات الكويت بحسن نية ومرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي للأزمة الحالية. وأضاف ولد الشيخ في إحاطته أمام مجلس الأمن أن طريق السلام قد يكون شائكا إلا أنه سالك وممكن، مشيرا إلى أن المحادثات المقبلة ستركز على إطار يمهد العودة إلى انتقال سلمي ومنظم. سوف ترتكز المحادثات على إطار يمهد للعودة إلى حل سلمي بناء على مبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وسوف تبنى على ما تم مناقشته والاتفاق عليه مبدئيا في بيال في ديسمبر 2015. إن خطة العمل المطروحة تشكل هيكلية صلبة لاتفاق سياسي جديد سوف يساعد اليمن واليمنيين على الاستقرار والعيش بسلام. أدعو الأطراف إلى الحضور إلى الجلسات بحسن نية ومرونة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومخرج نهائي من الأزمة الحالية. إن طريق السلام قد يكون شائكا ولكنه بدوره أكد مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني أن الشعب اليمني يتطلع لمشاورات الكويت من أجل التوصل لسلام دائم يعيد مسيرة التغيير في اليمن على ضوء المرجعيات الوطنية والقرارات الدولية. من مقر الأمم المتحدة أطل المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، معلنا أن اليمن الآن أقرب إلى السلام من أي وقت مضى. اليمن اليوم على مفترق طرق، أحدها يوصل اليمن إلى السلام، وغيره يقود البلاد إلى هوة أمنية وإنسانية من الضروري الابتعاد عنها. لتفاؤل ولد الشيخ ما يبرره، ولتشاؤم البعض مما سيتمخض عن محادثات مرتقبة في الكويت ما يبرره أيضا. الحقيقة غير متفائل، وهذه كلها مراوغات سياسية حتى يحصلوا على أهداف غير محققة أصلا لهم. إعلان ولد الشيخ أحمد بانطلاق محادثات السلام يوم الاثنين المقبل أعقب دعوات علنية وضغوطا في الكواليس من الولايات المتحدة ودول عدة لتحديد تاريخ المحادثات. حدد أيضا جدول أعمال اللقاء، لكنه لم يحدد المدة التي سيستغرقها. وبينما لم يتطرق المبعوث الدولي إلى مصير الرئيس المخلوع، شدد على أن أولوية المحادثات هي الالتزام بوقف إطلاق النار وإدخال معونات الإغاثة. أما عن فرص نجاح أو فشل المحادثات، فاكتفى ولد الشيخ أحمد بالقول إن النجاح سيتطلب تسويات صعبة من كل الأطراف ورغبة في التوصل إلى اتفاق، كما سيتطلب دعما إقليميا ودوليا في إشارة منه إلى أن طريق السلام صعب لكنه في متناول اليد. آمل أن يستمر دعم هذا المجلس الموقر لليمن ولمشروع السلام في الأسابيع الحاسمة المقبلة خلال المحادثات وبعدها. الحكومة عبر مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير خالد اليماني قالت إنها توقعت من الإنقلابيين أن يفرجوا عن آلاف المعتقلين كإظهار لحسن النوايا قبل المشاورات، لكنهم لم يكونوا عند مستوى المسؤولية، كما لا زالوا مستمرين في محاولات فتح جبهات جديدة في عدد من المحافظات. وحتى مع بدء وصول بعض الوفود إلى الكويت ومرور أسبوع على سريان اتفاق التهدئة، لا شيء يؤكد التزام الميليشيا بجهود الأمم المتحدة، حيث لا تهدئة على الأرض ولا في حرب التصريحات والاتهامات المتبادلة بين الأطراف المعنية بالحرب. حرب يعتقد المبعوث الأممي أن حظوظ التوصل إلى تسوية سياسية بشأنها هذه المرة أكثر من ذي قبل. رسميا يقول ولد الشيخ أحمد أن القرار 2216 هو المرتكز الأساسي بالنسبة للمفاوضات اليمنية. يتضمن القرار 5 محاور، هي الاتفاق على إجراءات أمنية انتقالية، وانسحاب الميليشيا والمجموعات المسلحة، وتسليم السلاح للدولة، وإعادة مؤسسات الدولة، وإنشاء لجنة خاصة للسجناء والمعتقلين. وإذ تغلب على ملامح التسوية المقترحة روح التقارب الحاصل بين القوى الدولية،
يبدو أن نتائج المحادثات لن تتسع أكثر لطموحات وأهداف اليمنيين. وبعد أكثر من 6000 قتيل وما لا يقل عن مليوني مشرد بحسب إحصاءات سابقة، هل الخيار الآن فقط في اليمن بين سلام مر وآخر أمر؟ إلى ذلك قال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد الهيصمي إن فرص نجاح محادثات الكويت أكبر من مفاوضات جنيف، لافتا إلى أن المحادثات المرتقبة من المتوقع أن تدفع بالأزمة اليمنية إلى الحل السياسي التوافقي. وأضاف الهيصمي في تصريحات صحفية أن الجميع يؤمن بضرورة تطبيق القرار الدولي 2216 والبدء بتفعيل خطوات عملية تمهيدا للمرحلة المقبلة ودفاعا لنجاح مفاوضات الكويت ودفعا لنجاح مفاوضات الكويت التي ستبدأ بعد غد الاثنين. على الصعيد الميداني، وقع ممثلون عن الحكومة والميليشيا اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار وفك الحصار الذي يفرضه الحوثيون وحلفائهم من القوات الموالية للمخلوع صالح على مدينة تعز. وقال القيادي الميداني في المقاومة عبد الحمود الصغير لقناة بلقيس إنه تم التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار يتضمن فك الحصار عن مدينة تعز من جميع المداخل، وتنص بنود الاتفاق على بدء الطرفين بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع كافة أشكال الأعمال العسكرية بما فيها التعزيزات والحشد والانتشار واستحداث مواقع جديدة، وكذا فتح كافة المنافذ المؤدية من وإلى المدينة. إلى ذلك، أصيب خلال الساعة الماضية 5 مدنيين وتعرضت منازل وممتلكات المواطنين في تعز لأضرار كبيرة جراء القصف الذي شنته الميليشيا على الأحياء السكنية. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا واصلت قصفها لعدد من الأحياء السكنية في المدينة من مواقع تمركزها في التباب شرق وشمال المدينة، كما تعرضت قرى سكنية في ضبي عبوس للقصف بقذائف الهاون ومن مواقع تمركز الحوثيين في جبل الهتاري. وفي السياق ذاته، أعلن المجلس العسكري في محافظة تعز أن خروقات الميليشيا البالغ عددها 493 خرقا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار تسببت في سقوط أكثر من 80 فردا من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بين قتيل وجريح. بعد نحو عام من الحصار والحرب التي ذاقتها تعز، تشهد اليوم أول توقيع لاتفاق بين الأطراف المتنازعة، وباشرت اللجنة المصغرة عن لجنة التهدئة العسكرية في المدينة التوقيع على اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار وفتح المعابر التي تحكم ميليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع السيطرة عليها منذ سنة. يقضي الاتفاق الموقع من 4 ممثلين عن جميع الأطراف على البدء بتثبيت سريان وقف إطلاق النار ومنع كافة أشكال الأعمال العسكرية بما فيها التعزيزات والحشد والانتشار واستحداث مواقع جديدة، كما يجري فتح كافة الطرق والمنافذ المؤدية من وإلى مدينة تعز، وهي الطريق الواصلة بين صنعاء وتعز وتعز والحديدة وبقية المدن، وتسهيل حركة التنقلات للمواطنين ونقل المواد الغذائية. تقوم اللجنة من الطرفين بمتابعة تنفيذ فتح الممرات والطرق، ويتم التواصل الدائم بين الطرفين لتذليل أي صعوبات بهدف تسهيل التنقل للمواطنين.
لمعالجة وحل أي إشكال يهدد سريان وقف إطلاق النار، يتم اللقاء إن أمكن أو التواصل بصفة دائمة بين طرفي اللجنة العسكرية للجانبين عبر الهاتف أو شبكة التواصل الاجتماعي على مدار 24 ساعة للعمل على سرعة معالجة وإيقاف أي حدث يعكر سريان وقف إطلاق النار من تعزيز أو نشر. كما قضت المادة الخامسة من الاتفاق أن يعتمد هذا الاتفاق بشكل رئيسي على توقيع الأطراف اتفاق ظهران الجنوب في المملكة العربية السعودية. في حال وجود أي إشكال وعدم تمكن اللجنة من الحل، يجب الرفع إلى اللجنة الرئيسية في المحافظة. أما البند الأخير فيقضي بتعهد الطرفين والالتزام بعدم اعتقال أي شخص، كما يبدأ معالجة ملف المحجوزين والمفقودين من الطرفين بحسب ما سيتم الاتفاق عليه. ومعنا من تعز الصحفي زكريا الشرعبي. زكريا، أهلا بك معنا في هذه النشرة. بداية، كيف استقبل الناس خبر فك الحصار عن تعز وإيقاف إطلاق النار في المدينة؟ في الحقيقة يأتي هذا الاتفاق الذي تم عبر اللجنة التابعة الممثلة للشرعية والمقاومة الشرعية من جهة، وبين عناصر عصابات ميليشيا الحوثي والمخلوع من جهة أخرى، كما يشعر الناس أنه بادرة أمل من حيث التوقيع، لكن هذا الأمل ما سيؤكده أو ما سيصدقه ويفجبه في الحقيقة هو التنفيذ على الواقع من قبل الميليشيات التي تعود الناس عليها أن هناك الكثير من الاتفاقات لكن هذه لا تلتزم، وهذا ما سيكون عندما يبدي الفرحة على المواطنين من حيث حرية التحرك والتنقل دون التعرض للاختطافات من قبل الميليشيا أو التعرض إليهم بالقمص والقتل الذي يمارسه، وأيضا حرية إدخال المواد الغذائية. لكن المواطنون هنا في تعز ستكون فرحتهم الكبرى هي عندنا تطهير المحافظة كاملة من هذه من عناصر الميليشيا الحوثي والمخلوع من المحافظة كاملة، والإبقاء على أبناء تعز هم من يجدون محافظتهم. نعم. فقط ستكون. نعم. الفرحة للمواطنين. نعم زكريا، هل بدأ الناس بعد الساعات الأولى في محافظة تعز أن يعني يلمسوا حركة طبيعية لدخول وخروج المواطنين وفتح جميع المنافذ أم لا؟ أنا برأيي أنه كان هناك تضييق ضيق للوقت أو تحديد الوقت، لأنه ستفتح المنافذ بعد ساعتين من بدء الاتفاق. أنا أتوقع أنه كان هناك نوع من التسرع في هذا الموضوع. كان الأصل المفترض لهم أن يحددوا على الأقل ولو مثلا 24 ساعة حتى يتم الترتيب والتهيئة لفتح المنافذ والمداخل التي من وإلى مدينة تعز، لأنه بهذا السرعة أن يتم توقيع الاتفاق مثلا الساعة 12 ظهرا ثم يجي الساعة 3 وتبدأ، إلى الآن لا زالت هناك بعض الفروقات التي في الجبهة الشرقية مثلا وفي الجبهة الغربية في الضباب، أيضا هناك في حيفان لا زالت هناك بعض الفروقات من قبل الميليشيا ترتكبها أو من إطلاق نار وعملية قصف لمواقع المقاومة في مواقع تمركزها. لكن نأمل أن تتوقف هذه الفروقات وأن تلتزم الميليشيا بهذا الاتفاق الذي وقعوه. في الحقيقة اللجنة التي خرجت هنا من مدينة تعز للحوضان خرجت بمتصور لمحضر جاهز أو تصور لبنود الاتفاق الذي أضيع في تقريركم قبل المكالمة. فقط الطرف الميليشيات وقعت على هذه البنود، يبدو أن هناك نوع من التفاعل من قبل اللجنة التي خرجت من هنا من تعز إلى الحوضان بقبول عناصر أو ممثلين المتمردين والانقلابيين بهذه البنود ان شاء الله. نعم. يكون هذا التفاعل حقيقيا وواقعيا من خلال التنفيذ الكامل والمستمر لما تم عليه هذا الاتفاق. اشكرك الصحفي زكريا الشرعبي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. إلى محافظة الجوف، حيث قتل أحد أفراد المقاومة وأصيب آخرون في سلسلة هجمات شنتها الميليشيا في سادس أيام سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وقالت مصادر محلية إن الميليشيا شنت هجوما على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في منطقة وقز بمديرية المصلوب، ما تسبب بمقتل جندي وإصابة آخرين. كما شنت الميليشيا هجمات على مواقع الجيش والمقاومة في جبل العقبة ومديرية الغيل بالتزامن مع تعزيزات كبيرة للحوثيين باتجاه مديرية خب والشعب.
في محافظة مأرب شنت الميليشيا قصفاً صاروخياً ومدفعياً على عدد من مواقع الجيش والمقاومة غربية المحافظة، وقالت مصادر محلية إن القصف طال مواقع الجيش الوطني والمقاومة في جبل هيلان والمخدرة والمشجح، فيما سقط صاروخ كاتيوشا على مدينة مأرب. هذا وشنت الميليشيا سلسلة هجمات على مواقع الجيش والمقاومة في مديرية صرواح. وفي سياق آخر، بدأت القوات الأمنية في مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج بالانتشار والتمركز في المرافق الحكومية وسط ارتياح شعبي كبير. وقال مدير أمن لحج العميد عادل الحالمي إن قوات الأمن طهرت لحج من الجماعات الإرهابية وتمكنت من السيطرة كليا على عاصمة المحافظة والمناطق المجاورة لها، كما ألقت القبض على عشرات المسلحين والخارجين عن القانون. في محافظة عدن ألقت شرطة المدينة القبض على العديد من قيادات التنظيم، كما ضبطت العديد من الأوكار والخلايا، مؤكدة أن عناصر التنظيم الإرهابية باتت في رمقها الأخير. وكانت سيارة مفخخة قد انفجرت يوم أمس قرب مبنى وزارة الخارجية، واتهمت الشرطة ميليشيا الحوثي والمخلوع بتنفيذها. بعد أسبوعين من إعلان إدارة الأمن السيطرة على المنصورة، تخرج هذه المديرية من هدوئها بتفجير سيارة مفخخة في حي ريمي ظهيرة الجمعة أمام مبنى وزارة الخارجية. خرجنا بعد الصلاة وشفنا يعني انفجار، يعني كانت هنا في حرمة بالغرب من هذا المطب، قالوا اختصت رجلها يعني توفت. الانفجار أدى إلى إصابة امرأة بجروح بليغة ومواطن آخر من المارة في الشارع الذي تطل عليه مباني وزارة الخارجية ووزارة الزراعة ومنزل قائد اللواء 31 مدرع الذي أدلى بشهادته من مكان الحادث. هذا الحادث إمامكم هو سبب أضرارا كثيرة ليس في وزارة الخارجية فحسب، بل حتى في منزلي المجاور للوزارة. هلعنا إلى مكان الحادث ووجدنا اللي هو رقم السيارة وعلامة المتسوبيشي وجمعنا بعض المعلومات. فرق الأمن والتحريات تواجدت في مكان الحادث لتجري تحقيقاتها، إذ تضعها هذه العملية الإرهابية في مواجهة أخرى مع الجماعات التي تواصل استهدافها لكل ما يتصل بالدولة في العاصمة المؤقتة. هذا مبنى وزارة الخارجية الذي افتتح قبل 5 أشهر، كما ترون آثار انفجار السيارة المفخخة بادية عليه. الانفجار حدث أثناء صلاة الجمعة وبالتزامن مع سيطرة الجيش الوطني على مدينة الحوطة مركز محافظة لحج واستمرار المعارك ضد الجماعات المتهمة بتنفيذ هذه الانفجارات. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. على صعيد متصل، شنت طائرات التحالف العربي سلسلة غارات على أهداف للتنظيم في محافظة أبين، وقالت مصادر محلية إن القصف طال مواقع لتنظيم القاعدة في مديرية جعار التي يتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة منذ نهاية العام الماضي. وبحسب المصادر فإن القصف استهدف جبل خنفر ومبنى المحكمة ومواقع أخرى في المدينة متسببا بانفجارات كبيرة. باقونا معكم في نشرة الأخبار وفيها بعد الفاصل. الأغذية العالمي يقول إن 11 محافظة يمنية باتت على شفا المجاعة نتيجة الحرب. المبعوث الأممي يقول إن اليمن بات قريبا من السلام والأطراف توقع اتفاقا لوقف إطلاق النار وفك الحصار عن تعز. التحالف يقصف أهدافا لتنظيم القاعدة في أبين وقوات الأمن تبدأ الانتشار في حوطة لحج. ارتفاع ضحايا السيول في الحديدة إلى 8 وفيات والأرصاد يحذر من سوء الأحوال الجوية. من جديد أهلا بكم. قالت مصادر إعلامية إن السلطات الأمريكية أفرجت عن 8 يمنيين من سجن غوانتنامو كانوا معتقلين منذ سنوات عدة. ونقل موقع المصدر أونلاين عن منظمة ريبريف لحقوق الإنسان إنه تم إطلاق سراح 8 يمنيين من سجن غوانتنامو ليلة الجمعة، من بينهم السجين منصور القطاع والذي صدر أمر بالإفراج عنه قبل سنوات. وبحسب المنظمة فإن السجناء سيتم نقلهم على متن طائرة خاصة إلى السعودية.
قال برنامج الأغذية العالمي إن نحو نصف محافظات اليمن البالغ عددها 22 محافظة على شفا المجاعة بسبب الحرب الدائرة في البلاد، فيما يحتاج أكثر من 13 مليون نسمة لمعونات غذائية. عشر محافظات بحالة طوارئ تكاد تبلغ المجاعة، هكذا صنف برنامج الأغذية العالمية الوضع في اليمن، مشيرا أن الحرب الدائرة في البلاد هي السبب وراء هذا التدهور المخيف. معونات غذائية يصعب وصولها لثلاثة عشر مليون نسمة بحاجة للإغاثة، فالموانئ التي تسيطر عليها الميليشيا لا يمكن أبدا أن تكون محطة تنقل عبرها أي مساعدات، فإما أن تمنع بسبب قيود يفرضها التحالف أو تنهب بسبب جشع ميليشيا لا ترحم. هدن ومحادثات سلام جرت تصدر محور المساعدات الإنسانية بنودها، فلا هي نجحت ولا مساعدات وصلت. إن التزام الأطراف بوقف الأعمال القتالية يشمل التزامهم بالقانون الإنساني الدولي الذي يضمن التنقل الآمن والغير مشروط العاملين في الحقل الإنساني، وأنا أحث الأطراف على تسهيل عمل المنظمات والمشاريع الإنسانية لتوصيل المساعدات إلى كل أنحاء البلاد. بالرغم من أن الميليشيا ما زالت مستمرة في خروقاتها للهدنة ومصرة على فتح جبهات جديدة، إلا أن اليمنيون يعقدون آمالهم بأن تكون محادثات الكويت محطة لانفراج الأوضاع في البلاد وفك الحصار الذي تفرضه الميليشيا على المدن والسماح بإيصال المساعدات الإغاثية للسكان المتضررين. قالت مصادر محلية إن عدد وفيات تدفق السيول في محافظة الحديدة ارتفع إلى 8 أشخاص، وأضافت المصادر أن منازل المواطنين في مديريتي الزهرة واللحية تضررت جراء الفيضانات، وناشد الأهالي في المديريتين الحكومة والمنظمات المحلية والدولية بتقديم الخدمات الإيوائية والصحية ومعالجة مخلفات السيول. على الصعيد ذاته قال مركز الأرصاد الجوية إن حالة عدم الاستقرار مستمرة مع تواصل هطول الأمطار الغزيرة وتدفق السيول التي خلفت خسائر بشرية وأضرار مادية خلال الأيام الماضية، وجدد المركز تحذيره المواطنين بأخذ الحيطة والحذر من العواصف الرعدية وعدم الاقتراب من مجاري السيول في الشعاب والوديان خوفا من انهيارات صخرية في المنحدرات الجبلية. ودعا المركز المواطنين إلى أخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية، مشيرا إلى أن الأمطار ستستمر في الهطول بغزارة ومصحوبة بعواصف رعدية في المحافظات الجبلية والصحراوية والساحلية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. المبعوث الأممي يقول إن اليمن بات قريبا من السلام والأطراف توقع اتفاقا لوقف إطلاق النار وفك الحصار عن تعز. التحالف يقصف أهدافا لتنظيم القاعدة في محافظة أبين، وقوات الأمن تبدأ الانتشار في حوطة لحج. ارتفاع ضحايا السيول في الحديدة إلى 8 وفيات، والأرصاد يحذر من سوء الأحوال الجوية. نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة بلقيس. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.